وهم من يظن أن سواديزون دبلوماسي العربي زيطوطي يقدم لايفات عفوية، أو أن متابعيه يشاهدون لايفاته لأنه سياسي محنك، لكن الأمر أعمق بكثير. سنتكلم في فيديو اليوم على التأثيرات النفسية واستراتيجية غسيل الأدمغة التي يطبقها زيطوط. يجب التنويه أولا أن خطابات زيطوط كلها تتضمن كلمات مفتاحية مثل دباب إلكتروني وعبيد، وهذه الأوصاف تسمى في علم النفس بالديهيومانيزيشن، كما يستعمل كلمة أحرار في وصف متابعيه ليرسل رسالة مبطنة مفادها أن البقية عبيد وأن متابعيه وهو يملكون الحقيقة المطلقة ورأيهم لا يحتمل الخطأ. وهذا الخطاب تدرج نسبيا لصف الناس بالخونة والحاسين الرونجاس وغيرها. تعمل الديهيومانيزيشن على عزل الشخص من صفته الإنسانية، وبالتالي يصبح مجرد رقم يمكن إزالته، وهذا ما يقنع به اليهود أنفسهم حيث يعتبرون الناس عبيد عندهم فيقتلون الفلسطينيين بدم بارد. يقسم هذا الخطاب الشعب الجزائري إلى صفان متصادمان بسبب حدة الخطاب وسوء الأخلاق، ويدخل على الخط الكوغنيتيف ديسونانس، يعني التنافر المعرفي في علم النفس، وهو حالة من التوتر أو الإجهاد العقلي أو عدم الراحة التي يعاني منها الفرد الذي يحمل اثنين أو أكثر من المعتقدات أو الأفكار أو القيم المتناقضة في نفس الوقت، أو يقوم بسلوك يتعارض مع معتقداته وأفكاره وقيمه، أو يواجه بمعلومات جديدة تتعارض مع المعتقدات والأفكار التي يحملها، مما يسبب له ضغطا نفسيا. فلما خرجنا في الحراك أول مرة كان شعارنا السلمية، وأما الآن فنرى استفزازا رهيبا للشرطة بوضع الكاشير أمامهم وشتمهم، ويزيل هذا الضغط بالتالي من يتعرض له بالكذب على نفسه، وهذا ما يسمى بالconformity effect. فمثلا المدخنين يعلمون أنه يسبب سرطان لكنهم يستمرون في القول أنه لا يؤثر، كما يعتمد الإنسان على سبعة هياكل على مستوى العقل اللاواعي لما يصنعون قراراتهم، يطلق عليها بإذا فإذا، وهي البرايمينج، الأنكورينج، الفريمينج، إكسبكتيشن، إنيرشيا، أراوسل، أند لوس أفيرجن. فإذا لم يستجب الجيش فسنصعد، وإذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين فسنفعل كذا. وتدريجيا بعد أن نصب زيطوط نفسه حكيما على الناس صار يقول في كل مرة ما يجب فعله، وسلم له متابعوه عقولهم وصار يصنع القرار مكانهم بقوله إذا وإذا. ويمكننا بوضوح أن نرى هذا في منشوراته الأخيرة، حيث يقول للناس ماذا يجب فعله وما هي الشعارات التي يجب رفعها. وقد تأكد من فعالية هذه الطريقة بالطلب من متابعيه أن لا يسبوا قيادة الأركان ذات الجمعة ليرى جاهزيتهم لمهمته. ومن تأثيرات الإذا فإذا نذكر الإنيرشيا، وهي الإعادة لحد الروتين. فمثلا من يشرب الحليب مع الخبز صباحا لا يعلم لماذا يفعل هذا، لكن التكرار جعلها روتينا، وبعد أن أصبح الحراك روتينا دوريا دخل على الخط تأثير اللوس أفيرجن. فكلنا نكره الخسارة، ويقول زيطوط دائما إذا مرت الانتخابات فهي نهايتنا، بالتالي جعل الصراع وجوديا مما يسهل التصعيد لأغراض خبيثة ويجعل الضغط النفسي للمتابعين في ازدياد. وثم يربط الصراع بضيق الوقت بحيث أن الانتخابات لم يبقى لها الكثير، وهذا ما يسمى في الماركتينج بالسكارسيتي، حيث يقول لك البائع أنه لم يبقى الكثير لتنتهي السلعة، مما يسبب لك ضغطا يجعلك تشتري ويتحكم في قرار عقلك اللاواعي بدل العقل الواعي. وكلنا نعلم أن تغيير النظام كليا قد يسر لعقد من الزمن، وأول خطوة لذلك هي تجديد الساحة السياسية واكتساحها في البرلمان على الأقل بعد الرئاسيات. وهنا نذهب للخطط الخبيثة التي يقودها الاستئصاليون والتي ذكرها السياسي فيصل عثمان، حيث أنهم يعملون على تمثيل الحراك الحالي، وهم يعلمون أن الانتخابات أمر واقع، بالتالي خطتهم هي جمع وعاء انتخابي للترشح للبرلمان والحكم مجددا وإعادة التموقع. نرى أيضا على الفيسبوك مؤخرا تصعيدا وتسمية الحراك بالثورة، وذلك لانتزاع الطابع السلمي من عقول الناس تزامنا مع دعوة نكاز لحمل الكلاش ضد البرلمانيين، في نفس الوقت الذي يقول فيه زيطوط أنه يجب إعدام المرشحين ويأمر متابعيه بملاحقة المرشحين في حملتهم في الولايات، رغم معرفته بأن ذلك سيدخلهم السجن، بل وصل للحديث عن الموت وإراقة الدماء من أجل ما سماه الحق والحقيقة. والمعروف في خطاب العنف هذا أنه يشبه كثيرا خطابات قيادي الفيس المنحل، والتي أنتجت عنفا سياسيا ودوامة من الدماء. سنستكمل تحليل الخطابات والخطة الخبيثة التي يحضر لها أدرع النظام السابق ممن استغلوا المخلصين من أبناء هذا الوطن لتمرير مخططاتهم الصهيونية الفرنسية في الفيديو القادم.